بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتعلم مع بعض الماب. الماب يا جماعة عبارة عن مجموعة من الكيد ايتم، مجموعة من البيانات اللي فيها كي وفاليو زي الأوبجكت بالظبط، بس المين ديفرنس اللي بيفرق بينهم أو الفرق الجوهري اللي بينهم إنه الماب بتسمح لك إن أنت تحط أي نوع من أنواع البيانات في الكي بعكس الأوبجكت. طيب تعالوا مع بعض نشوف قبل وجود الماب وقبل الـ ES6 Standard احنا كنا بنعمل ايه عشان نعمل ماب او عشان نحط الفكرة الخاصة بالماب كأوبجكت. كنا بنستعمل أوبجكت عادي جدا من اللي انت عارفه واللي انت بتشتغل بيه. تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده ازاي. هقوله var user بيساوي أوبجكت فاضي زي ما انت شايف كده، وهكتب هنا empty object. بعد كده بعد ما انت بتعمل الأوبجكت بتبدأ تأساين البيانات الكي والفاليو اللي جوه الأوبجكت ده. هقول له يوزر، اليوزر نيم بيساوي أسامة، وممكن تضيف البيانات أو تستعرضها بطريقة الأوبجكت نوتيشن. انت تقول له يوزر دوت ويب سايت مثلا بيساوي ويب سايت مثلا الزيرو دوت أورج. الطريقة دي تنفع والطريقة دي تنفع ومفيش مشكلة خالص. طب لما نيجي نعرض الكلام ده في الكونسول مثلا، هاجي في الكونسول لوج هطبع الأوبجكت لوحده، وبعد كده هطبع بعده اليوزر نيم. بص انا هعكسهم لك عشان اوريك ان الطريقتين واحد. تقول يوزر دوت يوزر نيم، واللي بعدها يوزر ويب سايت، عشان اوريك بس الفرق بينهم ان دي تنفع ودي تنفع، وفي الاستدعاء دي تنفع ودي تنفع. وتعالوا نتفرج. اليوزر نيم اسامه، الويب سايت الزيرو دوت اورج، وعرضتهم لوحدهم زي ما انت شايف. احنا كنا بنعمل الماب بالشكل ده، تنشئ الاوبجكت تحط فيه البيانات بتاعتك بالطريقه اللي انت عايزها وهكذا. تعالوا بقى نشوف الماب ادانا ايه وايه الفرق اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه ده. هندخل بقى في الاي اس 6 ونقول له let my map بيساوي new map. هنشئ ماب جديده تماما، سميتها دلوقتي my map الفاريبل بتاعي. في طريقتين لان انت تعمل سيت للبيانات، اما تخليهم تشيند ورا بعض ان انت تقول له مثلا my map dot set. هنعمل سيت للبيانات دلوقتي، هحط مثلا هنا رقم 10، ده هيكون الكي بتاعي والفاليو بتاعته اسمها string، واقول له بعدها دوت set برضو زي ما عملت من شويه في الست، في دروس الست لو تفتكروا كنت بحط البيانات الاد ورا بعضه، هنا برضو الست تقدر تحطه ورا بعضه. هقول له set مثلا اللي بعدها المره دي اخليها number 10، والفاليو بتاعته هتكون number، كلمه number. بعد كده اخر حاجه دوت set، حط هنا false مثلا، وهنا هكتب boolean value. هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين انا عملت ست للبيانات اللي جوه الماب، وهروح اطبعها في الكونسول، كونسول دوت لوج ماي ماب بالشكل ده. وتعالوا نتفرج مع بعض ايه اللي حصل. عمل لي ماب فيها ثلاث عناصر، الكي والفاليو، الكي والفاليو، الكي والفاليو، زي ما انتم شايفين. الست دي بالمناسبه ممكن تروح اعملها كده ان هي تيجي في سطر تاني وكده، نفس القصه مفيش اي مشكله خالص. ممكن تعمل كده وممكن تروح عامل الطريقه دي اللي كل واحده فيهم على سطر، يبقى مفيش مشكله خالص، هيدي لك نفس النتيجه اهو، فيش اي مشاكل خالص ان هم يكونوا تشيند او يكونوا ورا بعض زي ما عملنا في دروس الست في الاد زي ما قلنا. طيب انت قلت من شويه انه الماب بتقبل في الكي جميع انواع البيانات، ما تيجي نحط كده نوعين بيانات تاني زراف كده. هحط مثلا هنا اوبجكت بالشكل ده، ادي الكيرلي بريسز بتاع الاوبجكت، هقول له ايه قيمته 1، وبعدين البي قيمته 2 بالشكل ده، وهنا هكتب الفاليو بتاعته اوبجكت. بعد كده هاجي هنا واحط فانكشن، function do something، وبعدين الكوس بتاع الفانكشن، وهكتب هنا function. كده بقى عندي خمس انواع من البيانات. لو رحت بصيت بصه هنا هتلاقي عندك string ونمبر وبوليان فاليو، وهنا في object اهو زي ما انتم شايفين object، والفاليو بتاعته كلمه object، وهنا في function الفاليو بتاعتها كلمه function، وده الكي. يعني حطينا كل الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها زي ما قلنا. طيب جميل قوي الكلام ده. نيجي بقى عند نقطة جوهرية تانية تخص المقارنة بين الماب والأوبجكت. الأوبجكت يا جماعة الريجولر أوبجكت اللي أنت اتعلمته بيحول الكيس بتاعتك لسترينج. الماب ما بيعملش كده. تعالوا نعمل تجربة كده بسيطة. لو جيت هنا قلت له يوزر أي حاجة بقى مش هتفرق، هكتب هنا رقم 100 كسترينج، وهقول له this is string، أو خلينا نكتب كلمة string وبلاش رغي كتير. بعد كده هعمل نفس دي بالظبط بالظبط بالظبط، بس المره دي هتكون نمبر، وهكتب هنا كلمه نمبر. حد فيكم خد باله ان انا عملت نفس الحركه دي هنا؟
عندك هنا رقم 10 string ورقم 10 هنا number. طب خلينا عم نعملهم بالظبط زي ما هم، بلاش 100، دي 10 string ودي 10 number، دي 10 string ودي 10 number. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. اول حاجة الاوبجكت عمل override لانه حول كل الكي لstring، فلقى هنا كي اسمه 10 string وكي اسمه 10 number، خلاه string وعمل override على ده، فطلع لك حتى كلمة number عشان تتأكد اهو. ده الاوفررايد. ده اخر حاجه الانتربريتر بتاع اللغه بيمشي لاين باي لاين، فخلى ده اللي بيعمل اوفررايد على ده. ولو رحت حطيت رقم تاني وراهم هنا 10 برضو باي طريقه، ولو كان سترنج تاني، بص معايا كده، هخلي لك ده سترنج هنا وهكتب لك وراه سترنج لاست عشان تعرف تفرق بين ده وده. المره دي هيعمل ايه؟ هي اوفررايد على ده كله ويحط لك اخر واحد سترنج لاست اللي هو ده. فكده عرفنا ان الاوبجكت بيحول الكيد كلها السترينج فعمل اوفررايد على بعض، لكن الماب لا، الماب بيسيب لك البيانات بتاعتك زي ما هي، فهتلاقي الاخ ده سترينج والاخ ده نمبر. امتى بقى يوفررايد؟ لما تروح تحط لي اتنين نمبر ورا بعض زي كده، ده 10 وده 10 والاتنين مثلا ليهم قيمه مختلفه، نمبر 2 مثلا. بصوا معايا ايه اللي هيحصل، عمل لك اوفررايد، شال الاولاني وخلى التاني اوفررايد عليه وحطه لك عشان تعرف بس ان هو جاب ده وساب ده. لكن ليه عمل كده؟ عشان الاتنين زي بعض بالظبط، لكن انت هنا هو بيحولهم، هنا مش بيحولهم. طيب قبل ما نخش في الميثودز الخاصه بالماب، هنتعلم بس طريقه ظريفه لان انت ازاي تضيف الحاجه وانت بتست الماب، يعني ازاي نضيف الكلام ده واحنا بنست الماب من الاول، بدل ما انا انشئ ماب وبعدين اسيت البيانات بعديها. طيب الموضوع بسيط وسهل جدا بس محتاج تركيز يعني اقل من 1%. عشان اضيف هنا جوه السيت مباشره بتحتاج سينتاكس بتاع الاري. هنحط القوسين بتوع الاري بالشكل ده كده، ونفتح سطر جديد ونحط القيم الكي والفاليو كلها جوه arrays ورا بعض لحد تحت. يعني بص كده، ادي array كوما array كوما array بالشكل ده وخلصنا. تاخد بقى الكلام اللي انت عملته ده ببساطة شديدة كده تحطه هنا، والكلام اللي انت عملته ده كده تحطه برضو هنا، بكل زي نفس الطريقه مفيش اي اختلاف خالص. انا بوريك بس السينتاكس من الصفر عشان لو حبيت تكتبه ما تحسش ان هو ملخبط، عشان لو شفت الكود انت لوحدك كده من الاول هتحس انه ملخبط جدا وغريب وازاي وليه. لا الموضوع مش مستاهل خالص. القوس الخاص بالاري بعدين كلها اريز تحت بعض الكي والفاليو، كل اري فيها الكي والفاليو. وعايزين نهمش بقى الكلام ده ونشوف طريقه الست اللي احنا عملناها هل في اختلاف هيحصل. بصوا معايا مفيش اي اختلاف حصل. تعالوا مع بعض نرجع دي، نهمش دي ومثلا نلغي ده ونرجع دول ونشوف هل في اي اختلاف حصل. الحمد لله كله تمام ومفيش اي اختلاف خالص، والحمد لله كله مظبوط. وعرفنا الطريقتين، طريقه ان انا اسيت البيانات على طول وانا بنشئ الماب، وطريقه ان انا اسيت البيانات بعد ما انا انشات الماب. وعرفنا الفرق بين الماب والاوبجكت، وكل المطلوب منك هنا مش ان انت تعرف امتى تستخدم الماب والاوبجكت، انت عايز تعرف الفرق بينهم عشان انت في شغلك لما تيجي تستعمل الطريقه دي تكون عارف كل واحده ميزتها ايه وتعرف تستخدم مين فيهم في الوقت المناسب المناسب لفكرتك. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.